ولا الحكومة والقطاع العام عم بيحاول يعطي اهتمام أكبر. هلا النقطة الخامسة اللي هي التحفظ على نشر قصص النجاح، إنه قديش المجتمع فعلا عم بيحاول إنه يعني يركز على قصص النجاح اللي عم بتصير في الكرك حسب الثقافة العيب اللي عندهم. هل عم بيقدروا ينشروها ولا عم بيقولوا لا، إذا كانت مرأة ما بدنا نصور، ولا ما بدنا نطلع المرأة في الإعلام. موضوع النقطة السادسة اللي هي النظام العشائري، قديش بيحد من قدرة المجتمع المدني والجهات اللي بتتفاعل معها، إنه هل عم بيعطي العشيرة عم بتخلي إمكانية لمنظمات المجتمع المدني إنها تاخذ حريتها وتعمل فيها ولا لا؟ هل المرأة عم تاخذ دورها ولا لا؟ مفهوم الحماية الاجتماعية قديش عم بيأثر على المنظمات؟ النقطة السابعة اللي هي قلة الموارد المالية، إنها عم بتأثر على عدم قدرة بعض المنظمات المجتمع المدني والجهات اللي بتأثر فيها بإنها تمول أنشطتها ذاتياً. يعني هاي النقطة كتير كتير مهمة، وإحنا هون بنقول قديش الموارد هذه قلتها ممكن تكون تحدي أمام المجتمع في الكرك، بأنه يكون عندهم توسع لعمل منظمات المجتمع المدني. النقطة الثامنة اللي اخترتها أنا لكم اللي هي ضعف القدرات التسويقية للجهات الفاعلة المقدمة للخدمات والمنتجات. يعني بمعنى هل قديش في إمكانية للتسويق لهذه الخدمات، يعني في المناطق النائية عم بيقدروا يبيعوها، عم بيقدروا يعطوا خلينا نقول تسويق جيد، حتى ممكن يكون إعلامي جيد. هذا كله بيكون مدروس بشكل مباشر على سبيل، طبعا هاي 8 أمثلة من التحديات اللي أنا حطيتها. هلا أنا بدي أعطيكم واجب تفكروا فيه بالسلايد الأخير اللي هو رقم 9 شباب، اللي هو كيف تتعلق الفرص. يعني هلا حطينا إحنا كيف الفرص ممكن